أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ سعيد العثامنة من استديو العدسة الجميلة. أهلا أستاذ سعيد. أهلا فيك أخوي. بداية مرحب فيك معنا من برنامج رواد الأعمال وقناة ABC خليجية، ونتمنى بالبداية تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع استديو العدسة الجميلة. أول إشي، أنا اسمي سعيد العثامنة زي ما حكيت حضرتك من شوي. أنا خريج جرافيك ديزاين من جامعة اليرموك. جيت لهون على أساس إنه زيارة. جيت بأول أسبوع خطفني قلبي وحبيت الإمارات، حبيت أكون فيها. بحسن الحظ صدفت مكتب الشيخ هزاع بن طحنون وبلشت شغل فيه. بلشت شغل فيه من 2011 ل 2020، ومن ثم بلشت مخططات إنه بدي أتطور، بدي يكون عندي شغل الخاص، بدي أعمل، بدي أساوي. عندي طموح، عندي شغف، ما بدي أكون بس موظف. لهيك اتجهت إنه لأنطلق بالمشروع الخاص. أستاذ سعيد، ممكن تخبرنا شو هي الخدمات اللي بيقدمها استديو العدسة الجميلة وكيف تميز الاستديو؟ طبعاً بالتأكيد، إحنا خدماتنا أول شيء فوتوغرافر وفيديوغرافر. طبعاً فيديوغرافر للأشخاص وللمنتجات، وفيديوغرافر للمنتجات والأشخاص. كل شيء بيختص التصوير والفيديوغرافر موجود عنا، والحمد لله إحنا متميزين بشغلة يمكن لسه ما نزلت على السوق بشكل مكثف، اللي هي إحنا بنقدر نطبع الصورة الشخصية على أي خانة بتحبها، حتى على تيشيرتك، على الزجاج، على الخشب، أي مكان بتحبه. الحمد لله تمكننا من توفير الأدوات اللي بنقدر نطبع فيها الصورة وحتى الديزاين اللي أنت بتحبه وين ما بدك. أستاذ سعيد، بعد النجاح الرائع اللي حققه استديو العدسة الجميلة، شو هي الخطة وشو هي الرؤية المستقبلية؟ هلأ أنا الحمد لله عندنا طموح مش موقف. يعني أنا بالنسبة إلي عندي طموح إنه أكون أول استوديو في العالم، يعني مش بس بالإمارات. حاب أنطلق، حاب إنه يكون عندي أكثر من فرع في دبي وأكثر فرع من العالم. أنا شغفي تصوير، شغفي يعني يكون مميز بالمكان اللي انوجدت فيه واللي أنا من عن جد بحبه من كل قلبي. نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. يستمع أستاذ شكرا. سعيد، من خلال خبرتك كمقيم وكرائد أعمال في دولة الإمارات، ما هي النصيحة اللي تقدمها لرواد الأعمال الجدد اللي عندهم طموح يبدأوا عمل جديد داخل الإمارات؟ شوف، أول نصيحة إلي وبقدمها لكل الناس، أول إشي مغامرة. بدون مغامرة ما في نجاح. ما تظل بكرسيك أنا موظف بدي أظل موظف، لا، بدك تغامر. المغامرة أساس النجاح. بدون مغامرة ما في نجاح. انا اول فكره اجتني انه انا بدي اغامر، بدي انجح، بدي اخذ الاسترس، بدي اتعب على حالي، بدي اعمل، انا بدي اكون. بدون مغامره ما في. انا حاب اوجه شكر من طريق حضرتكم ومن طريق برنامجكم المشرف لشيوخ وحكام الامارات على الخدمات المتميزه في دوله الامارات الشقيقه. كانت تسهيلات وطريقه سلسه جدا في وصول للخدمه واخذ الخدمه. بالنهاية بدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف نقدر نوصل ونتواصل مع استديو العدسة الجميلة. عن طريق لوكيشن الاستديو الموجود في دبي، الانترناشونال سيتي R24، أو عن أرقام التليفونات أو عن الانستغرام، صفحة الانستغرام الخاصة فينا. شكرا جزيلا أستاذ سعيد، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.